الأصحاح الخامس. أما الأزمنة والأوقات فلا حاجة بكم أيها الإخوة أن يكتب إليكم فيها، لأنكم تعرفون جيداً أن يوم الرب يجيء كاللص في الليل. فحين يقول الناس سلام وأمان، يفاجئهم الهلاك بغتة كما يفاجئ الحبلى ألم الولادة، فلا يقدرون على النجاة. أما أنتم أيها الإخوة فلا تعيشون في الظلام حتى يفاجئكم ذلك اليوم مفاجأة اللص، لأنكم جميعا أبناء النور وأبناء النهار، فما نحن من الليل ولا من الظلام، فلا ننم كسائر الناس، بل علينا أن نسهر ونصحو، فإنما في الليل ينام النائمون وفي الليل يسكر السكارى. أما نحن أبناء النهار فلنكن صاحين، لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة رجاء الخلاص. لأن الله جعلنا لا لغضبه بل للخلاص بربنا يسوع المسيح، الذي مات من أجلنا لنحيا كلنا معه، سواء كنا في يقظة الحياة أو في رقدة الموت. فساعدوا وشجعوا بعضكم بعضا مثل ما تفعلون الآن. ونطلب إليكم أيها الإخوة أن تكرموا الذين يتعبون بينكم ويرعونكم في الرب ويرشدونكم، وأن تعاملوهم بمنتهى الاحترام والمحبة من أجل عملهم. عيشوا بسلام فيما بينكم. ونناشدكم أيها الإخوة أن ترشدوا الكسالى وتشجعوا الخائفين وتساعدوا الضعفاء وتصبروا على جميع الناس. انتبهوا أن لا يجازي أحد شراً بشر، بل اعملوا الخير دائماً بعضكم لبعض ولجميع الناس. افرحوا دائماً، واظبوا على الصلاة، احمدوا الله على كل حال، فهذه مشيئة الله لكم في المسيح يسوع. لا تعيقوا عمل الروح، لا تستهينوا بالنبوات، بل امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن وتجنبوا كل شر، وإله السلام نفسه يقدسكم في كل شيء ويحفظكم منزهين عن اللوم، سالمين روحا ونفسا وجسدا عند مجيء ربنا يسوع المسيح. فالذي دعاكم أمين يفي بوعده. صلوا لأجلنا أيها الإخوة، سلموا على جميع الإخوة بقبلة مقدسة. أناشدكم بالرب أن تقرأوا هذه الرسالة على جميع الإخوة، لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح معكم.